لما الاقي ان اخويا الصغير شايلني، اخويا الصغير انا طبعا ما اقدرش احمل عليه، او غصب عني ان هو شايلني فجسمي محمل عليه اخويا، فاهم؟ عشان يوديني للدكتور ده صعب جدا. وحاجة تانية اللي هو ايام الزواج، ايام ما كنت متزوج، ان ام البنت مع انها خريجة يعني حاجة كويسة، يعني حاجة حلوة، حاجة نقد. مهنة حلوة، نقد ودراما والكلام ده، فهي على ثقافة كويسة وحلوة، تعتبر اتخلت عني، تعتبر اتخلت عني، فده ده برضو وبالنسبة للهجمات اللي بتيجي سابتك بعد مرضك بقد ايه؟ من هي بعد مرضي انا طلق، انا طلق، هي مطلقة مني دلوقتي، من داخلين في 17 سنة، 12 سنة كده، 22 سنة؟ مالها؟ ده سنتين. ايوه هي بنتي. طيب البنت كان عندها سنتين. سنتين؟ طيب 17. لكن هي انتوا سبتوا بعض؟ يعني هيك حصل الجمهور لسه بيعرفك في الشارع؟ ما شاء الله، ما شاء الله، الناس كلها عارفاني. انا يمكن عشان شكلي ما اتغيرش مثلا من وانا طفل، ده ثواب بقدره الله سبحانه وتعالى، بس الناس عارفاني. قدرت يعني كل ما بمشي في الشارع ده، لو مشيت في الشارع بمشي اركب راكب عربيه مع اخويا بتاع بتوع البنزينه، هقول لك على موقف بتوع البنزينه. يا سلام، انت فين يا استاذ عمرو بتاع، اختفيت بتاع، اقول لهم ايه غير ان انا عيان؟ ما بقولش غير ان انا عيان. ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله رب العالمين قادر على كل شيء، وقادر زي ما جاب هذا المرض يشيله مني. يا رب العالمين. مش هقول غير كده، بس حب الناس ليا ودعواتهم ليا اكيد عشان انا بحبهم، فليك زيهم ليك بالمثل. انت مركزه؟ لك بالمثل، ده مش انا اللي بقول، ده ربنا سبحانه وتعالى. ما انا لما ادعي على حد بحاجه وحشه والكلام ده بيترد عليها ملايكة بيقولوا لي لك بالمثل. طب أنا بحب الناس والناس بتحبني وبحب كل الناس دي، فليا بالمثل بقى إن الناس هي كمان بتحبني، فاهمة؟ بس دي قدرة الله، قادر على كل شيء، يقول للشيء كن فيكون. وإن شاء رب العالمين ربنا سبحانه وتعالى يقول للمرض بتاعي امشي، هيمشي ده في أقل من لحظة. طب احنا كده نقدر نقول للناس ان حضرتك ما اعتزلتش الفن وممكن تشتغل تاني؟ ممكن اشتغل، بس انا لو اشتغلت اشتغل ايه؟ اشتغل صوت. ازاي يعني؟ اشتغل دوبلاج، اعلانات صوت، اي حاجة صوتية، لكن مش تمثيل. وحاجات وحضرتك قاعد ممكن؟ ممكن تمثيل ومشاهد؟ لا، انا بقولك اشتغل صوت. عارفة الصوت ده ليه؟ لاني ببقى قاعد، لاني انا قلت لك ان انا عندي عدم القدره على الحركه، فوانا قاعد الصوت ده وانا قاعد اقرا واسجل، لكن مش مفهوش حركه بتاع الكلام ده. لا، ما كل حاجه، كل الشغل الصوت وانا قاعد، فاهماني؟ مركزه معايا جدا. طب الحمد لله. تشوف حضرتك بتشوف مين من الممثلين دلوقتي؟ بتتابع مين في المسلسلات والافلام؟ بحب جدا زميل ليا اللي هو اللي احنا كلنا بنحبه وعارفينه، كريم عبد العزيز، محمد رمضان. مع ان محمد انا مش ماليش علاقة بيه، في ممثلين حلوين، حلوين قوي، انا بحبهم شخصيا، انما ما فيش علاقه بيني وبينهم. يعني لو جالك دلوقتي دور حاجه صغيره مع محمد رمضان بس وانت قاعد، توافق تعمل؟ طبعا. لسببين. اوافق ليه؟ لسبب، لاني اولا انا بحب التمثيل، ثانيا بحب محمد رمضان، بحبه كممثل، انا ماليش علاقه بيه او